السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ الفيديو ده هيكون سريع ان شاء الله عن فيشر تروبش بروسيس. احاول شويه ان انا يعني اوضح الفلو شيت بتاعه عشان كان فلو شيت كبير شويه. مبدئيا السلايدز دي سلايدز قديمه يعني الدكتور هدى، فانا اخدت منها كام سلايد يعني عشان في حاجات محتاجه يعني ان انا اشير اليها قبل الفلو شيت. مبدئيا كده فيشر تروبش بروسيس، ايه الهدف من البروسيس دي؟ الهدف منها هو انتاج حاجه اسمها بترونيوم فراكشنز. طب يعني ايه برضه بترونيوم فراكشنز؟ ما فهمتش. بترونيوم فراكشنز دي هي عباره عن زي ما بتقول كده اللي هي الاطفال اللي بنحصل عليها لما احنا مثلا بنعمل ريفايننج اويل ريفايننج او حاجه، فهي ليها مصادر كتير. يعني ممكن ان احنا نجيبها من الكرود اويل، ممكن ان احنا نحصل عليها من خلال ناتشرال جاز، او ان احنا ممكن نحصل عليها من خلال السن جاز ده اللي احنا بنتكلم عليها يعني. فهي بترولين فراكشنز دي ممكن انها مثلا تكون حاجه زي الجازولين، اللي هو يعني ده بيكون ميكتشر كده مع بعض من سي 5 لسي 12 كلهم مع بعض كده، دول ايه؟ دول جازولين. من سي 12 لسي 16 دول كيروسين. نافتا، جاز اويل، ديزل اويل، فهم يعني بتطلع فراكشنز كتير جدا. فانا الهدف مني الهدف النهارده ان انا احصل على دول. تمام. البروسيس بتاعتنا دي سين جاز، لما هعمل تفاعل في وجود الكاتاليست هحصل على بترولين فراكشنز، بس هيطلع معايا حاجه اسمها اوكسجين كونتيننج كومباوندز. الاوكسجين كومباوندز دي ممكن نقول انها undesired products، تتمثل في ان هي مركبات فيها اوكسجين زي مثلا زي الالكحولز، الكيتونز، الالدهايدز، الكلام ده كله. وهي طبعا هي بتمثل من 5 ل 15% من البرودكت. وانا هكون يعني دي انا مش عامل بروسيس عشان انتج دي، فانا ده بالنسبه لي ايه، هفصلها عن البرودكت بتاعي. احنا زي ما احنا ما قلنا ان احنا محتاجين ان احنا نجيب محتاجين سينجاز. فاول خطوه عندنا في البروسيس دي ان احنا نعمل برودكشن للسينجاز ونعمل له البيوريفيكيشنز بتاعته لو محتاجين. تمام. الخطوة التانية وهي خطوة السينثيسز، إن إحنا هنعمل التفاعل بتاعنا وهنطلع البتروليوم فراكشنز دي، بس هيطلعوا إيه كلهم مع بعضهم كده. فالمرحلة الخطوة دي إحنا بنعملها على تو ستيجز، يعني بنعملها في تو رياكتورز علشان إن إحنا نزود الأوفرول كونفرجن بتاعنا. التفاعل طبعا التفاعل اللي إحنا شغالين عليه فهو ريفرسبل وهايلي اكزوثيرميك رياكشن. تمام. فاحنا التفاعل ده هنعمله في رياكتور اولاني، وبعد كده هنكمل ونعمله في رياكتور تاني. تمام. بعد ما عملنا التفاعل وطلعنا البتروليوم فراكشنز كلها مع بعضها، الخطوه الثالثه وهنا ان احنا هنعمل بقى سيبريشن البتروليوم فراكشنز دي، بحيث ان احنا نطلع الجازولين لوحده، الجاز اويل لوحده، كل قطفه يعني دي بنسميها قطفه او فراكشن، بنطلعها لوحدها. تمام. ودي خطوه دي اسمها separation and treatment of the primary product. بس كده. طب ماشي. السينجاز ده انا هقدر احصل عليه ازاي؟ السينجاز ده ممكن ان احنا بنحصل عليه من باكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه وهي steam reforming of light saturated hydrocarbons، وهي ان انا بعدي saturated hydrocarbons. يعني مثلا هنا واخدين ان هو ميثان، وطبعا في اسباب لاختيار اشمعنى الميثان، يعني ان هو رخيص ومتوفر وفي اكتر من سبب يعني. هعدي عليه ستيم في وجود النيكل كاتلست، هحصل على السين جاز بنسبة 1 لـ3، 1 هالكربون مونوكسيد ل3 هيدروجين. طبعا التفاعل ايه؟ اندوثيرميك رياكشن. الطريقة التانية ان انا هعمل بارشل اوكسيديشن وساتوريتد هيدروكربون برضو، زي يعني ان انا اسمه ده هعدي اكسجين، هحرق اللي هو الـ هحرق الهيدروكربون ده، بس او مش هحرق، هعمل اكسديشن يعني بس بكمية اكسجين اقل من اللي هو محتاجها. يعني انا هنا مثلا محتاج 1 مول اكسجين، فانا ادخل نص مول علشان يطلع لي هنا ايه، سي او، والهيدروجين اللي هو السين جاز بس هنا احصل عليها بنسبة 1 لـ2، وطبعا التفاعل هنا ايه، اكزوثيرميك ريأكشن. الطريقة الثالثة وهي الجازيفيكيشن اوف كول، اللي هو اللي يعتبر يعني الفحم، ممكن يكون معاه مركبات تانية، اللي هو هنا الفحم 65% كربون، 25 سلفر وقاش، و10% فولاتايل ماتر ووتر. تمام. انا الفحم ده هعدي عليه ستيم وفي وجود الاكسجين،
هحصل على السينجاز وهحصل على الامبيرتس. طبعا هنا في امبيرتس خرجت، امبيرتس دي تتمثل بقى انها ايه، ممكن انها تكون سوليد، سوليد ماترز يعني، زي مثلا الاش او حاجه، وممكن انها تكون اسيد جازز. وكل حاجه منهم ليها طريقه في الفصل. يعني لو رجعت المحاضره هتلاقي ان ايه طرق الفصل دي، في طرق لده وفي طرق لده. الاسيد جازز دي ممكن انها تكون زي الكربون، كربون دايوكسيد، او انها تكون H2S، يعني غازات كتير يعني. وطبعا ده انا هحتاج ان انا اعمل عمليه بيوريفيكيشن للسنجاز دي لو انا هدخله في عمليه صناعيه. بس بص دلوقتي ده الفلو شيت، ما تقلقش خالص هتفهمه يعني، بسيط باذن الله يعني. محتاج بس ان انت ترسمه، يعني تحاول ان انت ترسمه بايديك مثلا، ان انت تجرب فيه يعني، ما تبقاش اول مره ترسمه في الامتحان. الفلو شيت ده احنا ممكن نقسمه ل 3 ستيجز، تمام، او 3 زونز يعني. الزون الاولانيه وهي الزون اللي قبل الرياكتور، وهنا ان انا بعمل برودكشن للسينجاز، تمام. والسينجاز ده بعد كده انا ادخله على السينسيس بقى، المرحله الحاجه اللي انا بعملها ان انا بطلع البتروليوم فراكشن او بتروليوم فراكشنز كلهم من اللي هي الزون دي، يعني انا بطلعهم كلهم مع بعض كده. فبعد كده انا محتاج ان انا افصلهم، ان انا افصل جازولين لوحده والديزل لوحده والفيول لوحده وهكذا. فدي اللي هي ايه الزون التالتة. احنا كده قلنا ان هما 3 زونز، تمام. تعالى ناخدهم بقى واحده واحده. دلوقتي الزون الاولانيه وهي انتاج السينجاز، احنا طبعا احنا قلنا ان السينجاز نقدر ننتجه باربع طرق. هي هنا الدكتور في نفس الفلو شيت ده هي قايله طريقتين، فيعني مش عارف بقى احنا المفروض نرسم الطريقتين ولا لا. اول طريقه هي الستيم ريفورمينج. ستيم ريفورمينج ادخل الميسين مع الستيم على ريفورمر ديات، فانا هنا هحصل على بيور سينسز جاز، تمام. ده مش محتاج اي بيوريفيكيشن ستيبس ولا اي حاجه زي الفل. الطريقه الثانيه اللي هي جازيفيكيشن اوف كول، ان انا ادخل اكسجين وستيم وكول على اعمل لهم جازيفيكيشن هنا، وهحصل على، احنا كنا قايلين ان احنا هنحصل على ايه، هنحصل على سين جاز وامبيورتس. هو هنا مسميهم اتنين مع بعض، مسميهم ايه، رو سينسز جاز، تمام. طبعا احنا هنا محتاجين نشيل الامبيورتس لان هي هتبوظ لي الرياكتورز والكاتاليست بتوعي، فمش هينفع انا ادخلها عليه. فان انا اشيل الامبيورتيز، احنا كنا قايلين ان هم ده ممكن انها تكون سوليدز، كنا قايلين انها ممكن انها تكون سوليدز او انها تكون اسيد جازز، تمام. احنا هنا مش يعني، لو هتلاقي طبعا في الشرح هتلاقي ان في طرق الفصل ده وطرق الفصل ده. فاحنا هنا ايه هنريح دماغنا ونحط ايه بلوك واحد كده او كولوم واحد اللي هو ايه جاز بيورفيكيشن، هندخل عليه الرو سينسز جاز فهيفصل لي البيور سينسز جاز، والامبيورتز هتنزل لي من تحت. الامبيورتز دي بقى هتروح هيحصل فيها اللي هيحصل عليها، فانا هنا هحصل على السي او 2. طبعا ده جزء من السي او 2، مش هقدر ان انا هنا كفاءة الفصل تكون كبير 100% يعني. فانا هنا هحصل على السي او 2، والباقي هيدخل على سلفر ريكفري يونت، فانا هحصل منه على السلفر. فاحنا كده ممكن ان احنا نجيب قلم ان احنا ايه نعلم على الحاجات اللي احنا شفناها. حاجة شوية، تمام. دول كده ايه، تمام. احنا وقفنا لحد هنا ان احنا هنا معانا ايه بيور سين جاز، هيدخل بقى على المرحلة التانية من مرحلة السينسز. احنا كنا قايلين ان التفاعل بتاعنا هو تفاعل، طبعا هو الاكزوثيرميك رياكشن، ريفرسبل رياكشن، وهيتم على تو ستيجز علشان نزود الاوفرول كونفرجن. ادي هنا معانا دي اول ستيج معانا في التفاعل، الرياكتور الاولاني، تمام. هدخل عليه السين جاز، هحصل من هنا على ايه بقى، طبعا انتوا مش شايفين حاجه، هحصل من هنا على البرودكت بتاعي اللي هي البتروليوم فراكشنز والسين جاز اللي ما اتفاعلش في اول مرحله، لان طبعا مفيش كونفرجن 100%، تمام. الاثنين دول انا هوديهم فين؟ هدخلهم الاول، مش هوديهم على السكند رياكتور بقى على طول. هعمل بس الاول هنا حاجتين. اول حاجه ان احنا هعديهم على ووشر، ان انا هغسلهم بالميه. طيب الميه اللي انا دخلتها دي هتعمل لي ايه او وظيفتها ايه؟ اول حاجه ان احنا قلنا ان التفاعل اكزوثيرميك، فالبرودكت والحاجات اللي طالعه دي طالعه لي سخن، فاول حاجه كده الميه هتبردهم. ادي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اول وظيفه. الوظيفه الثانيه وهي ان انا طالع لي من هنا
طلع لي من هنا الاكسجين كومباوندز او اكسجين كيميكالز يعني، اللي هي الالكحولز والكيتونز والكيتونز وكده. فدي انا مش محتاجها، احنا قلنا ان احنا عايزين نفصلها. فالميه دي هتدوب المركبات اللي هي اللي فيها اكسجين، وهتفصلها في لاير لوحدها وهسحبها من هنا. تمام. ثانيه واحده. فانا ايه اللي هو الاستريم ده؟ تمام. احنا كده فصلنا ايه الاكسجين اللي هي الاكسجين كومباوندز يعني. فالميه، والميه كمان هتعمل لي ايه؟ ان انا هنا كان معايا هيدروكربونز او البتروليوم فراكشنز اللي معايا، ففي منها جزء هيدوب او هيتكثف يعني، سوري هيتكثف مش هيدوب، هيتكثف بسبب وجود الميه، وهيكون لي موجود معايا هنا في ايه اويل كوندنسيت. هفصله برضو ان هو في لاير لوحده، اللي هو ده اللاير كوندنسيت، الاويل كوندنسيت سوري. تمام. الباقي بقى من الووتر ووشر ده اللي هيطلع لي من هنا، وهو الانري اكتد سينجاز والسي او 2. تمام. وطبعا هيكون في معايا هيدروكربونز لسه يعني. السي او 2 لازم ان انا افصله، احنا قلنا ان هنا دي كفاءة الفصل مش مية يعني، مش 100%. فانا لازم هنا ان انا اتاكد مرة كمان من السي او 2 ان انا اشيله، اعمله السكرابينج، ان انا ادخله يعني على سي او 2 سكرابر، هيفصل لي السي او 2 لوحده وهيطلع هنا بقى. ايا كان ان انا مثلا هحط سولفنت هيدوب السي او 2 واشيله واطلعه، ايا كان بقى. بس هنا مفيش تفصيله يعني المرحله دي تمت ازاي. تمام. فانا كده شلت السي او 2، متبقي معايا الانرياكتد سينجاز. قبل الرياكتور ده ممكن يكون معايا مثلا شويه من الهيدروكربون صراحه. دول هيدخلوا على السكندري، على الرياكتور التاني، هيحصل فيه نفس الكلام، نفس التفاعل هيحصل هنا، اكزوثيرميك رياكشن، ريفرسبل رياكشن، وهحصل من هنا على البتروليوم فراكشنز بتاعتي، وبرضه ان رياكتد سينجاز. مفيش كونفرجن 100%، مفيش حاجه كامله. انا دايما معايا ان رياكتد سينجاز في كل في من بعد الرياكتور كده، في ان رياكتد سينجاز في كل المراحل دي فيها. تمام. فانا هنا معايا ان رياكتد سينجاز والهيدروكربون كربون بتوعي. نفس الكلام، هدخل ميه، هروح مبرده للاستريم. اول وظيفه. الوظيفه الثانيه ان هي هتدوب الـ اسمه ايه ده، الاكسجين كومباوندز، وهفصلهم في لاير لوحدهم اللي هي دي، هيكون دي طبعا ان انا هاخدها مع الاول، مع الفصل هنا والفصل هنا، اجمعهم مع بعض. و الهيدروكربونز في منها جزء هيتكثف، وانا هاخده من هنا. تمام. معلش المنظر السيء ده، بس يعني عشان بس محتاجهم يعني. تمام. طبعا احنا هنا ده احنا قلنا ان دي هنا الهيدروكربون اتكثف، ففي شويه ما اتكثفوش، هيطلعوا لي معاه التيل جاز. التيل جاز ده اللي هو الهيدروكربون اللي لسه معايا ما اتكثفش، وفي طبعا ان رياكتد سين جاز. وهيكون موجود معايا تاني ايه، والسي او 2 برضه، ممكن يكون فينا سي او 2 باي برودكت يعني. تمام. كده احنا خلصنا مرحله السنسز. هندخل على المرحله الاخيره، وهي مرحله اللي انا بقى عايز افصل بقى كل فراكشن لوحدهم دول. فالمرحله دي ركز بقى معايا، احنا هنا داخلينها بثلاثه ستريمز. الستريم الاولاني وهو الووتر اند كيميكالز، اللي هو المركبات اللي هي الالكحولز والكيتونز اللي دابت، اللي هو الستريم ده. تمام. والستريم التاني اللي هو الستريم ده اللي هو بتاع الاويل كوندنسيت، اللي هو الهيدروكربون اللي هو الكثف. والستريم التالت اللي هو التيل جاز، اللي هو فيه ايه بقيه الحاجات بقى، السنجاز اللي ما اتفاعلش، والهيدروكربون اسمه ده، والهيدروكربون اللي ما اتكثفش، والسي او 2. تمام. تعال ناخدهم بقى ستريم ستريم، نروح بقى نشوف احنا هنعمل ايه عليهم. اول حاجه الستريم اللي هو بتاع الووتر اند كيميكالز ده. الستريم ده احنا علشان نفصل منه المركبات اللي هي الكحولات والكيتونز والكلام ده، هندخله على ايه، ستريبنج كول. تمام. هفصل منه الميه اللي فيه، وهطلع منه من هنا كده، امشي معايا امشي معايا، هطلع منه الاكسجين كيميكالز. فكده الاكسجين كيميكالز دي كده تمام.
ادي اول ستريم كده خلاص، ده ما فيهوش تفاصيل كتير. الستريم التاني بقى الاويل كوندنسيت. الاويل كوندنسيت ده انا هعمل فيه ايه؟ هوديه على ديستليشن كولب. ان انت لو مشيت معايا يعني بالكلام الجميل ده هتلاقي ان هو ده يعني، انا بس ماشي، هتلاقي ان اللي هو الاويل كوندنسيت ده لو مشيت معاه كده هتلاقي هو الستريم ده. انا بس علشان البتاع ده غطى عليه يعني، معلش اسف. فايه هو الكلام ده؟ هيدخل على ديستليشن كولب. هنعمل هنا عملية الديستليشن طبعا، عشان في هيكون في ديفرنس في البويلنج بوينت ما بين المركبات الموجودة جوه الهيدروكربونز ده، فأنا هحصل على تلاتة سيجمنتس يعني، هفصلهم لتلات حاجات. في حاجات هسحبها من تحت وهي الواكسز الحاجات التقيلة، هسحبها من الديستليشن من تحت. تمام، ادي كده ادي الواكسز، والحاجات اللي هسحبها من فوق وهي الهيدروكربونز الخفيف اللي هي الديزل فويل ده هسحبه من الديستليشن من فوق. فلو انت مشيت معايا من الديستليشن كده اهو 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 كده 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 ادي اهو ديزل اويل. تمام، ادي ده كده ايه برضو من الديستليشن. باقي لنا الاستريم اللي في النص. الاستريم اللي في النص ده اولا اسمه ايه؟ الاستريم ده هو هيفي ديسلت، يعني احنا هنا ده اللي هو اعتقد يعني ده هيكون اسمه اللايت ديسلت مثلا. لا ما علينا، مش مهم ما علينا. فهو المهم الاستريم اللي في النص ده يعني اللي احنا عارفين اسمه ده اسمه هيفي ديستلت. تمام، الهيفي ديستلت ده انا المفروض ان هو بيحتوي على ايه يعني؟ المفروض ان ده انا ان هي دي طبعا هيدروكربونز، فانا هعديها على كاتاليتيك كراكنج، ان انا هكسر الهيدروكربونز الموجوده دي لهيدروكربونز تانية، بس اسمه ايه ده الكربون نمبر بتاعها قليل يعني. فالكاتاليتيك كراكنج ده هحصل منه على ايه؟ هي اول حاجه هحصل منه على فويل اويل اللي هو انا كنت هنا، على كاتاليتيك كراكنج هحصل منه على فويل اويل، وهحصل منه على جازولين. الفويل اويل هطلعه زي ما هو، جازولين هتسيبه علشان هنحصل على جازولين من اماكن تانية يعني، وهنجمعهم مع بعض يعني. فدي ده كده ايه ادي الفويل اويل، احنا قلنا طالع هنا من هنا جازولين، ماشي هنسيب ده. احنا كده احنا خلصنا الاستريم بتاع الاويل كوندنسيت، خلصنا الاستريم بتاع الالكحولز اللي هنا. هنروح بقى على الاستريم الاخير اللي هو بتاع التيل جاز، اللي هو فيه مش هنعيد بقى تاني، مش كل شويه هنعيد، اللي هو الهيدروكربون ما اتكثفش والان رياكتد سين جاز والسي او 2. هندخله على اول حاجه ده سيبريتور. تمام، ده سيبريتور مش معلوم طبعا هو يعني اسمه او يعني السيبريشن هنا بيتم ازاي، فهو هنا ما ده ايه هتعرف ان ده اسمه سيبريتور وخلاص. تمام، السيبريتور ده هيفصل لي برضو، هحصل منه على ثلاثة ستريمز، ادي ستريم من تحت وستريم من النص وستريم من فوق. الستريم من فوق ده هو اللايت هيدروكربونز اللي هي الهيدروكربونز الخفيفة. احنا قلنا ان هنا في هيدروكربونز ما تكثفتش اللي هي كانت يعني بداية من سي واحد مثلا لسي اربعة يعني، في معرفش بصراحة هما اللي هنا موجودين ايه، بس اللي انت بتحصل عليه من هنا اللي هما ايه سي واحد وسي اتنين اللي هما اللايت هيدروكربونز. هيطلعوا لي كده من فوق من هنا، امشي مع السهم امشي مع السهم، اللي هو احنا فين احنا يا هنا اللي هو الفيول جاز. تمام، اللي هو يعني السي واحد سي اتنين دول ان انا هحرقهم وهستخدمهم في ال استخدمهم يعني في المصنع بتاعي في اي حاجة يعني. تمام، ادي كده الفيول جاز ده اللي هو ايه الستريم اللي فوق. الستريم الثاني، الستريم ده هحصل منه على من سي 3 وسي 4 اللي هو ال بي جي. بس ال بي جي ده انا مش هطلعه كما هو كده، انا هاخده الاول اعمل له بوليمرايزيشن. تمام، فنتيجة البوليمرايزيشن دي هحصل على جازولين، جازولين تاني اهو، ركز معايا، كان في هنا جازولين من كاتاليتيك كراكنج، فهنا كمان في جازولين، و في جزء مش هيحصل له بوليمرايزيشن يعني، فهيطلع كما هو اللي هو ده ليكوفايد بتروليوم جاز ال بي جي. تمام اهو، واحنا قلنا ان في جازولين طالع من هنا، استنى كمان في جازولين هيطلع تالت. فاحنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الاستريم اللي فوق وخلصنا الاستريم التاني، ندخل بقى على الاستريم التالت اللي هو بتاع السيبريشن اللي هو اسمه ايه اللايت ديسلت، اللي هي الحاجات الخفيفة برضه. هو ده كده كده كل اللي داخل هنا خفيف يعني، بس ايه ده اللي فوق ده اخف يعني، فاهمين؟ ده اللايت ديستلت. اللايت ديستلت ده
هو مين ليه جازوين اللي هم كام اللي هو اسمه يعني هو ده جازولين برضو، بس انا مش هطلعه زي ما هو. هعديه على ريفورمر، تمام. ان الريفورمر ده هيحصل عامل ايه في الجازولين؟ هو جازولين ستريت تشين هنا، فهو هيعمل يعني هيخلي الجازولين ده سايكل كومباوند، بحيث ان انا اعلي الاوكتين نمبر، لان الجازولين ده اللي هو اللي احنا ايه معروف اللي هو في محطة البنزين، يعني اللي هو البنزين اللي هو في محطة البنزين ده اسمه الكيميائي ده اسمه جازولين. فاحنا محتاجين ان احنا نعلي الاوكتين نمبر بتاعته، دي خاصية من خواص بتاعته، علشان نحسن كفاءة الفصل، يعني نحسن سوري كفاءة الاحتراق بتاع لما يعني لو انا هشغل بيه عربية او حاجة. فكل ما الاوكتين نمبر ما يزيد اللي هو بنزين 95 مش عارف 93 92 وبتاع، فكل ما الاوكتين نمبر ما يزيد كل ما يكون افضل. فانا هنا هحوله لسايكل كومباوند عشان اعلي الاوكتين نمبر بتاعته من خلال الريفورم، وهحصل منها على جازولين. الجازولين اللي طالع من هنا والجازولين اللي طالع من بروميزيشن والجازولين اللي طالع من كاتاليتيك ريفورمينج، هجمع التلاتة في ستريم واحد اهو، وهحصل على ايه؟ هحصل على الجازولين. وكده الحمد لله نكون ان احنا خلصنا الفلو شيت. الفلو شيت ما تقلقش، هو بسيط، هتقدر ان انت تشتغل عليه يعني، انت بس زي ما قلت لك ترسمه بايديك. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا اي حاجة يعني من الفيديو البسيط ده. شكرا ليكم يا شباب، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.